قلت من شوية ان هو حاول الصاق التهمة بسائق السيارة شقيق السائق وهو سيد مصطفى معايا على الهاتف مباشرة. يا ترى شايف ازاي مسألة يعني اتهام شقيقك بان هو اللي وراء عملية تهريب المخدرات في هذه القضية؟ مساء الخير يا استاذ سيد، اتفضل. الله يخليك يا باشا، اهلا بيك، اتفضل. النهاردة كانت في محاكمة. يا باشا، وتأجلت ليوم الخميس الجاي بإذن الله. ايه موقف اخوك، موقفه ايه يا باشا؟ احنا ناس غلابة وعلى قد حالنا وظروفنا على قدها، وانت تيجي تصوروا وتشوفوا البيت وحالتنا دون عشان سلطته عايز يشيلها للسواق الغلبان، واحنا معناش فلوس للاستاذ محمد صلاح بتاع المحامين بتاع السويس، واقف معانا لوجه الله، والاستاذ اسامه الباز واقفين معانا لوجه الله، ومعناش حد غير ربنا، وهو عمال يلفق للسواق ويقول لك السواق اللي اتصل بالظابط، وعمال يقول لك السواق هو اللي جابها وداها للناس قرايبه. ده يا باشا اللي بيركب مع واحد بتاع تاكسي ما بيسالوش انت شايل ايه في عربيتك، ده حته سواق يوم ما يتكلم يضربه طلقه ويرميه في الصحر، كلبه ومالوش لازمه وراح. طب انت اخوك يا سيد اللي هو السائق بيشتغل بقاله كام سنه مع القاضي؟ يا باشا هو خدم معاه سنه في الجيش وبعد كده طلع. يعني بيشتغلوا بقالهم قد ايه مع بعض؟ هو خدم معاه سنه في الجيش وبعد كده القاضي ده اتنقل، واخويا طلع في شهر واحد اللي فات ورد طلع على الشغل في ورشه، اتصل بيه قال له تعالى هوظفك وفي المحكمه، وبعد ما قال له هوظفك دلوقتي قال له هوظفك وما اعرفش ايه. وراح جاي زي ما انت شفت كده يا باشا، وده اللي حصل، ولا بقاله شهرين اتنين وما كملهمش الشهرين، اتصل بيه وهو شغال في الورشه قال له تعالى معايا وهوظفك وهعمل لك وهخطب لك. خطب له دلوقتي ولبس الحديد، وادي الشقه اللي هو اداها له تجنه، وعايز يشيله مصيبه، ولا احنا حملها ولا احنا بتوع الكلام ده، وانتوا تيجوا تصوروا وتشوفوا.